هذا محطة القطار المينا، محطة القطار المينا ترامها هو اتجاه حي الرحمة من النهاية، من هنا حتى لحي الرحمة. شيء رائع يعني، خط كبير طويل جدا، ما هي ما هوش سهل. مش احتال حي الرحمة. الشجر هذا سجل تاريخ، هذا تاريخ وعمر. طلعت هنا كاين الناس جالسين هنا في الترام. شنو الخرافة، خرافة جدا. من بين التسهيلات ديال الدولة حاطة هاد لوبيس كيمشي حتى للمحمدية. حتى للمحمدية. أنا من هنا من الناحية هادي الشباك هذا وهذي سيدي بليوط، هذا سيدي بليوط. من هنا الدار هذا سكن خاص اللي كيهتموا بدار سيدي بليوط، هما اللي ساكنين هنايا. ايوا هادي قصاد محطة قطار المينا. هذاك القوس كان باب هذا. هذا هنايا كان باب لسيدي بليوط، هذا هو كان باب لسيدي بليوط، دابا ما بقاش.